حياكم الله في المؤتمر الصحفي للقمة العالمية للتسويق. طبعا أنا أتكلم اليوم بصفتي أحد المتحدثين في هذا المؤتمر وأحد المتخصصين في التسويق في المملكة العربية السعودية، وسعيد جدا أني أشاهد هذه اللحظة في حياتي أن المملكة العربية السعودية وشبابها وشاباتها المسوقين يشاركون في قمة عالمية، ولكن يمكن سبب كورونا هي قمة عالمية افتراضية. كنا نتمنى أن تكون قمة عالمية حضورية، ولكن مع التقنية لا شيء مستحيل. نشكر حقيقة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط المهتم والمنظم لهذه الجائزة. ويعني أنا مثلا في هذا العمر لما كنا في التسعينات كنا نطالب فقط أن يكون عندنا اهتمام ولو شيء بسيط بالمستهلك وبحقوق المستهلك وبالتسويق. اليوم أرى والحمد لله يعني نتائج مبهرة حقيقة، ليس على المجال فقط المؤسساتي والحكومة اهتمام بالتسويق، ولكن حتى على مستوى الأفراد والوعي اللي عند المستهلك السعودي، الوعي في السوق السعودي. حقيقة أنا سعيد جدا جدا أن تكون هذه القمة العالمية لنا دور كمملكة عربية سعودية. اليوم احنا في رؤية 2030 في هذا البلد المعطاء، ليس فقط بناء وتطوير ولا تطوير، ولكن تطوير إنسان وتوصيل الصورة الحقيقية عن المملكة العربية السعودية، واللي احنا دائما نتمنى إن شاء الله أن تكون كما هي في عيوننا، أن تكون المملكة العربية السعودية في عيون العالم جميلة جدا. رؤية 2030 ركزت كثير على الاهتمام بالتسويق في المملكة العربية السعودية. اليوم نرى أجهزة حكومية كثيرة جدا وشركات متخصصة تقوم بالتسويق كما كنا نطالب فيه في التسعينات الميلادية. اليوم نرى يعني حقيقة نتائج لهذه الجهود اللي بذلت من شباب وشابات في هذا الوطن. نشكر جميع حضوركم وعلى أتم استعداد لأي سؤال. وفي النهاية أشكر شركائنا مدن وميجا والدكتور عبد الحي والقصي على حضورهم وحضوركم أنتم كذلك. وأنتم الآن رسل هذه المؤتمر، أنتم اللي بتوصلون رسالتنا للعالم. إحنا كمسوقين نحتاج إلى من يسوقنا، فأنتم إن شاء الله خير مسوقين لنا. وبارك الله فيكم.